إخواني أخواتي، سأتحدث معكم عن مفهوم رباني يتعلق باستقرار الأسرة وتماسكها في قول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن هذه القاعدة تتعلق بالسكن، إذ أن الأسرة إذا أصبحت على قدر من الطمأنينة سينتج بذلك استقرار أسري، والمودة التي تتعلق بالحب والعطف داخل أفراد الأسرة، والرحمة التي تنتج استقراراً وأمناً وأماناً للأسرة. ولذلك من المهم جداً أن نحافظ على هذا الاستقرار، إذ أنه منذ نشوء الأسرة وهي تبدأ على هذه القاعدة. متى من حل أحد زوايا هذا المثلث وهذه القاعدة سيحدث هناك اضطراب أسري، هذا الاضطراب سيؤدي إلى مشكلات أسرية حتماً ستعصف بالأسرة أيما عصف. دمتم في حفظ الله ورعايته.